انا اختي اوبر خدها وحط عرضت للهاتك العرض وايدها اتقطعت. في الساعات اللي فاتت السوشيال ميديا كلها اتقلبت بعد اعلان الحكم على سواق اوبر في واقعه فتاه مدينه نصر ب 15 سنه سجن، وده رقم ما كانش حد يتوقعه اساسا، والبنت ما كانتش مصدقه وقالت اخيرا حقي جالي. ولو مش فاكر تفاصيل الواقعه دي بالظبط فتعال احكيها لك. من حوالي شهرين في بنت نشرت بوست على السوشيال ميديا وكتبت عن واقعه تعدي اتعرضت لها من سواق اوبر، والحكايه ابتدت لما طلبت اوبر من الجامعه الامريكيه في التجمع للشيخ زايد، وبعد كام دقيقه في الطريق وتحديدا في منطقه مدينه نصر لقيت السواق بيقول لها ممكن انزل اجيب ميه من شنطه العربيه، فالبنت قالت له تمام اتفضل، ولكن اتفاجئت ان فتح باب العربيه من ورا وطلع سلاح ابيض وابتدى يهددها وكان بيحاول يلمس مناطق حساسة في جسمها، والبنت فضلت تدافع عن نفسها وتحاول تبعده عنها لحد آخر لحظة، وبعد شد وجذب ما بينهم هما الاتنين ضربها بالسلاح الأبيض اللي كان معاه، ولكن البنت برضو ما استسلمتش وفضلت تصوت، وهنا السواق خاف وهرب. وبعد ما البنت بلغت والواقعة انتشرت على السوشيال ميديا اتضح ان دي مش الواقعة الاولى للسواق ده، ولكن سبق واكتر من بنت قدمت فيه بلاغ بالتحرش. كمان شركة اوبر قالت في التحقيقات ان من كتر الشكاوى اللي جت في السواق ده الشركة قفلت له الاكاونت، ولكنه عمل اكاونت جديد باوراق جديدة، ده غير ان ما فعلش الرحلة بعد ما البنت ركبت، يعني من الاول وهي نيته مش كويسة. اما السواق بقى قال إنه هو كان عاوز يتحرش بيها ولكنه ما كانش قصد يأذيها، واستمرت التحقيقات لمدة شهرين، وشفنا كلام كتير ما بين ناس بتطالب بوقف شركة أوبر في مصر بسبب الشكاوى الكتير والحوادث اللي بتحصل فيها مؤخرا، واللي آخرهم طبعا حادثة حبيبة الشماعة، وناس تانية بتقول حرم السواق ده عنده أولاد، وده الكلام اللي علقت عليه البنت صاحبة الواقعة وقالت لو هو عنده أولاد فأنا كمان عندي عيلة واللي حصل ده ما يرضيش ربنا وانا مش هسكت غير لما اخد حقي. وفعلا صدر الحكم النهائي في القضيه والقانون قال كلمته واتحكم على السواق ب 15 سنه سجن، ونتمنى ان ده يكون عقاب رادع لكل واحد بيخلف ضميره ويفكر الف مره قبل ما يقرب من واحده بالقوه.